السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في التحدي الثاني ديال الملاكمه ما بين كافاني ومروان. تعاود بيناتهم كومبا بناء على طلب الجمهور. خويا عز الدين راضي تعاود مع الملاكمه؟ خويا حنا راضي وحنا مستعدين ليهم. اخويا عز الدين قدم لي شكون معاك في الفرقه؟ معايا اخويا قرقي باغي يكون المساعد ديالي، ومعايا الشامبيون ديالنا كافاني ان شاء الله اللي غيلعب ضد مروان ان شاء الله وغيربحوا. غيربحوا متاكد من تيق في كافاني اخويا. وانت تيق في راسك كافاني؟ تيق قرأ باش بالك يربح ولا لا؟ يربح يربح ان شاء الله. بغيت نقول واحد النقطه اخويا للجمهور، ان رضا راه تبارك الله راه ولد دومين، حتى هو راه غيدير ان شاء الله حكم جيد ان شاء الله. خويا رضا قسم بالله انك تحكم بالعدل. قسم بالله تحكم بالعدل. صافي هادشي اللي بغينا. خويا بجوج ما كاينش اللي غنجي من هذا ولا صافي هادشي اللي بغينا. مروان طلبت يا اخويا تعود مع الكومبا. حنا عاودنا الكومبا الجمهور دابا عندهم يقول لنا جيب لك حكم اللي كاين، فهمت اللي متريني. المساعد ديالك هو الحبيب محمد بوزار. عفوا تاع في الحبيب يساعدك اليوم مزيان؟ كنت في الحبيب وكنت في اللاعب ديالي، حيت الماتش اللي فات خويا حيت كان الماتش ديالي كان شويه ديال التناقض، ماشي مشكل مي كيبقى ديما مروان هو اللي رابح. اش بغيت تحكي من اللي فات؟ ظلم مروان ولا لا؟ واه الظلم راه هو علاش بكى؟ الجمهور ديالنا ما ينساش، راه ولدي راه بكى، راه ما بكاش حيت ضعيف، راه بكى حيت ربح وتحقر. مي دابا ما غاديش يتحقر ان شاء الله يكون الحكم جيد. A few moments later. قرقيبه اخويا لبسوا الليكات اخويا. الليكات. عز الدين دير لي كاس، انت عطيت التعليمات ديالك. السعيد ديالي قرقيبه. عطيت التعليمات الاخيره. شي اهم نصيحه تعطي عليها عز الدين؟ اهم نصيحه انه يشد لاكارد مزيان اخويا، ويقلب لي اخويا على فين يضربوا. ماشي يضربوا ضربه ولا سباحه ولا. كيف ما كيدير مروان يعني ضربات. باسي لي على الضربه ديال الوجه. بوزار شنو نصيحه لك قبل ما يبدا المباراه؟ النصيحه ديالي ما يكونش يكون الحكم ما يكون جيد. لا خلي الحكم، خلي اللاعب ديالك. اللاعب ديالي انا في مستوى وعارف انا تاق فيه وان شاء الله غادي يكون ماتش زوين ان شاء الله. شنو النصيحه عطاها ليه هو باش يدخل المباراه؟ النصيحه اللي عطاها ليه هو باش ما يخافش ويلعب مباراه عاديه بشكل عادي، فهمتي مروان؟ كيف ديما داكشي اللي كاين. صافي ديروا التسخينه ديالكم على الكومبا ديالك ان شاء الله. كافا ان كيستعد المباراه. زيد بيركوت الحضور الجماهير. بيركوت هكا وغادي تابعو وغادي تابعو، ما تخافش منه، ما تخافش يجي عندك حتى تابع ديما، غادي تضرب وتابع. تبارك الحبيب. ناضي الحبيب. المهم الخوت جاءت ساعة الحسم مع الحكام الدولي. بوزار خويا خرج لي من الحلبة، ولكن قبل ما تخرج بوزار عطيك كلمة أخيرة للاعب ديالك. صلى فراسك ودير شنو يا خويا شنو عاودها؟ داكشي اللي قلت لك، صلى فراسك ودير داكشي اللي وليتك. صافي هذيك الكلمة الأخيرة، عزني كلمة أخيرة. هو راه قالت لي تبع التعليمات ديالي إن شاء الله وغيربح إن شاء الله. الله خرج لي غدر حلابة. تقابلوا مع بعضياتكم. عندنا هنا مقاسمة الشراء شحال أخويا؟ 100 درهم. 100 درهم تعاود كومبا يعني 100 درهم. اللي ربح قالها أخويا. اللي قال الحكم أنا بعيد عليك. إن شاء الله أخويا. ما كاينش الضحك الدار المهم بدا الكومبا ضربوا في المكتب. حكم عطيتهم التعليمات؟ عطيتهم التعليمات هما ديجا لاعبين، المهم قلت لهم ستوب ستوب. كاين ثلاثة ديال لي روند، كل روند فيه جوج دقائق. صافي يلاه سلموا على بعضياتكم. أمين داخلين سخان هادو. كرونو كرونو فايس فايس يا 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 والو خليه معلم يلا زيد بارك الله رجع له رجع له خليه معلم 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 يا 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 كمان بوش لي قلت لك فايت بوش علي مروان علي مروان علي مروان بس مروان بس الحكم كل حكم دولي ولك عارف شو كيدير كرونو شدو ايوه
كيفاش معلم؟ يا سير عبد فايت شحيقه. يلا مروان مروان كما قلت لك خذ 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 مروان يا خذ مروان خذ هذه الضرب ليك هي لا يا والا زيد تركي تركي بلش يلا الدريبه اسجني ثاني يعطيهم اخو لا فايت علي مروان لا مروان دخل مروان مروان كيف من الغيبوبه اللي كان فيها يا اخويا حكم كاين حكم كاين حكم هو اللي قلت يلا فايت فايت تحت مروان تحت صحيح كروس يا لا كفاني شد اوه تفكوا 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 شوف معلمني تفكوا شوف ندخل وسطكم الاربيطه سهلين فاقه هو ما بغاش يدخل خليه يخرج من تيران شنو قال لك الاربيطه توعد توعد مسكين وي الاربيطه 1 minute 37 seconds later فايت والله روح على كفاني بل اوه مروان يا كفاني يلا فايت فايت يلا مروان شوف لا كاسك اخويا مال كاسك برونو فايت ضربوا غرب قال لي لا ضرب مروان خلاتو هكا خرج يا كمان لا برجلي ضربوا هذا مروان فايز سيد الحكم روندو واش قلت اخويا خوتك كافاني رونتيني مروان دابا اللي يربح الروند ولا اللي يربح الروند
ولا غيدير ولا غيدير كومبا اشوفك كتحكم بالعدل اقسم بالله خوتي كنحكم بالعدل جوجهم خوشي وجوجهم لعبوا كومبا زوين ادروند ولا غيقول لك ولا غيدير كومبا صافا خويا سير لاعب. المهم الخوط روند الثالث والاخير الدراري حيدوا التريكوت بلاش قبل ما نبداو روند الثالث خصني نشرح للناس اول حاجه هي ان الدراري حيدوا الكاسكات يعني بلا كاسكات درنا دقيقه اونس باش جوست دقيقه ساعدين الحكم خويا انت قلنا كتشد بالحق تشد بالحق اخوتي والله ما نكذب عليكم الراوند الثالث لعبوا فيه بجوج مزيان خرجوا اكس جوجهم ماش كامل ماش كامل خويا تشاتعاودوا ملي درت ثمانيه على جوج تعاودوا لكم اخرى ان شاء الله الدراري صافي الدراري تعاودوا جوج لعبوا قرار مقتنع به مقتنع به مليون في المئه هما غيتفرجوا ويقولوا الراي ديالهم خويا من الفلوس عطى القرار النهائي اللي خرجوا به تعادوا جوجكم ولكن هتعود كومبا خلاص ثالثة إن شاء الله فاصلة